مواضينا لا يظهر العجز منا دون نيل منن. والآن مع فعالية الاستقبال يؤديها طلبة الدورة 69 الذين سنشهد حفل تخرجهم بكانون الثاني المقبل. أرجو ملاحظة هذه الفعالية من خلال الشاشات. الفعالية لا تحتاج إلى تعليق، لكن لنشاهد جمالية هذه الفعالية من خلال الشاشات في آخر ساحة العرض. هذا الشعار يرمز إلى الشرطة العراقية. لقد شكل هؤلاء الأبطال لائحة كتب عليها كلية الشرطة مصنع الأبطال. 80 عاماً من العطاء خرجت الأجيال الأجيال. كلية الشرطة عراق مصغر، هذه العبارة قالها السيد رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته إلى كلية الشرطة في رمضان الماضي. وهؤلاء أبطال الدورة 69 يطبقون هذه المقولة.
بارك الله بكم أيها الأبطال. يا أبطال الدورة 69، سنشهد بإذن الله تعالى تخرجكم في كانون القادم بإذن الله خلف العلم.